الفاصل الإعلاني هسيبكم مع الاسم أنثى، فيلم بيرصد معاناة المرأة في المجتمع المصري، وشقيق البطلة في الفيلم بيقول لها احنا مش قلنا مفيش ستات بتشتغل برا القرية، فوقي بقى ويعيشي عيشة أهاليكي. تقرير رد وروحيم، وبعد كده الإعلانات وراجعين تاني إن شاء الله. اوعوا تروحوا في أي حتة. بنت زي كل البنات بتحلم، بس حلمها مسجون زيها جوه مجتمع ما بيعترفش بيها ككيان، مجتمع شايف ان حقها في اثبات ذاتها منحصر في ادائها لواجبات بيتها، وليه لا، ما هي في البطاقه موصومه باسمها، اسم انثى. الناس تقول ايه في البلد؟ انت فاكراها بالسهل كده تروحي وتسكني لوحدك؟ ليه مالكيش اهل؟ وبعدين الواحده ملهاش اللي ملهاش ايه، ملهاش غير بيت جوزها وعيالها، مش كده؟ عندك اعتراض؟ ده امر ربنا هو اللي خلى نظام الدنيا كده. كده اللي هو ازاي يعني؟ من بيت ابوها لبيت جوزها للاب، فين والنبي العدل في كده؟ وبعدين هو الشغل كان حرام؟ ما حدش قال حرام، بس عيب. المسج اللي في الفيلم هي ان الست من حقها ان هي تحلم، وان هي يبقى عندها شخصيتها المستقله وهويتها الخاصه بيها، ومش من حق اي حد مهما كان ان هو يمارس عليها نوع من انواع السلطويه باسم اي حاجه، باسم ان انا افهم اكتر منك، او ان انا اعرف اكتر منك، او انا راجل، او المجتمع هيقول عليكي ايه، او هيقولوا عليا ايه، او الحاجات دي كلها. الفكره كلها ان الراجل دايما في مجتمعنا يعني الشرقي بيحس ان هو من حقه ان هو يقول للست سواء اخته او مراته او بنته او امه هي تعمل ايه، لان تصرفاتها بتنعكس عليه، وده مش هو الصح. الست شخصية مستقلة بذاتها، مسؤولة عن نفسها، ممكن تغلط، ممكن تعمل حاجات صح، ممكن تعملها زي الراجل، مفيش أي حاجة. سلوكياتها أو اختياراتها في الحياة مفروض تبقى مربوطة بيها هي، مش مربوطة بالراجل سواء ده كان جوزها أو باباها أو أخوها أو كده. ندى موسى بطلة فيلم الاسم أنثى أدت دور بنت طموحة في مجتمع بيحسب عليها حتى أنفاسها، بملامحها وصوتها وأدائها تحس إنها طالعة من قلب الحكاية، تصدقها وتتعاطف معاها. يوم حرق لي البطاقة حسيت إن هو داس عليا، إني مش موجودة. بس الفرق بين دلوقتي وزمان إني دلوقتي مش عاجزة، مش هسكت، مش هخليه يكسرني. لما جيت أشتغل مع ندى موسى كانت هي لايقة جدا على الدور، طريقتها في التمثيل، ملامحها مصرية، عينيها حادة شارب، فيها ذكاء، لكن في نفس الوقت تعرف تتحكم في نبرات صوتها كويس، بتعرف ان هي تدي الرياكشنز من غير ما يبقى فيه اداء مصطنع او اوفر، الاداء بتاعها طبيعي، والكاركتر بتاعها بشخصيتها بملامحها كل حاجة كانت مناسبة جدا للشخصية بتاعت البنت اللي في الفيلم. المخرج رامي رزق الله اخرج 7 أفلام روائية قصيرة عن المرأة، واهتمامه بالقضية راجع لإيمانه بالدور اللي ممكن تحققه المعالجة الدرامية في توصيل الرسالة. أنا بحاول إن الحاجات اللي أنا أشتغل فيها أكتر تبقى ليها دعوة بالقضية اللي أنا بصدق فيها. الأفلام القصيرة للأسف بتتشاف في نطاق ضيق، لكن الميزة فيها إن هي قصيرة، فناس كتيرة بشوفهم بياخدوها على فلاشة، على DVD، يروحوا في حتة بعيدة، في قرية، في حاجة كده هوت، ويحطوا كمبيوتر وبروجيكتر كده صغير ويشغلوا الفيلم ويعملوا حلقة نقاشية على الموضوع، لأن هو 10 دقائق كل حكاية، فاستا بيتفرجوا، بيتفاعلوا، بيقولوا رأيهم، بيتناقشوا فيه، فده بيؤدي إن يحصل نقاش على الموضوع ده، إن الوضع مش لازم يفضل كما هو عليه، إن الدنيا ممكن تتغير، إن أنت من حقك حاجة كتير قوي ومش لازم تستسلمي للوضع اللي أنت فيه. الاسم أنثى رسالة قدمها المخرج رامي رزق الله في 10 دقائق في فيلمه لمجتمع لسه فيه المرأة بتحارب علشان بس أبسط حقوقها، بطاقة شخصية أو فرصة عمل. رضوى رحيم، برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرداش.